هذه هي أجواء الفرحة العارمة التي عبر من خلالها أنصار وعناصر ترجي قلمة عن سعادتهم بالتأهل إلى دور الثمانية على حساب مولودية باتنة. الحمد لله فرحناهم دركا ما نهبطوش يدينا ومازال ما نفرحوش دركا ما دام ربحنا دو ماتش هذوما نطمع ان شاء الله نروحوا بعيد وهنا في سويداني واحده متخوفنا ان شاء الله. الشوط الاول انتهى بالتعادل الايجابي، الزوار كانوا متقدمين في النتيجه بفضل الهدف الذي وقعه مزهودي من كره ثابته باغتت الحارس بوعزيزي. فيما تمكن المحليون من إدراك التعادل في الوقت البدل الضائع من المرحلة الأولى برأسية حمودي شكري. في الشوط الثاني تألق حارس المرمى حال دون تغيير النتيجة مع تفوق ترجي قلمة في الاستحواذ على الكرة في أغلب الفترات، ما مكنه من الوصول مرة ثانية لمرمى مولودية باتنة بفضل البديل عبد الرزاق كرمان. حدث ذلك في الدقيقة 70 لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية بتأهل مستحق لترجي قلمة وخروج مشرف لمولودية باتنة. ونشكر الجمهور هذا اللي كان معنا بقوة وكان دافع معنوي بانزل نحقق هذه النتيجة. تقدر تكون تاريخية كشو عندها ياسا كشو القلمة ما طلعتش للدور هذا. وحنا نحضر بربي ان شاء الله كان البطوله تاعنا باش نكونوا نرجعوا بقوه في البطوله ولما لا تصدر البطوله بين رابطات والذهاب بعيدا في منافسات كاس.